تحياتي للي بيستخدم جيل بريك. طبيعة بعرف انه تطبيق جيل بريك عنده بيشتغل لفترة محدودة تقريبا اسبوع او اقل، وبعدها ببطل يشتغل، فبالتالي بده يربط على الكمبيوتر ويعمل جيل بريك من الكمبيوتر من اول الجديد. لكن لمستخدمين اجهزة الماك بامكانك انت تنزل تطبيق الت ستور مثل ما احنا شايفين، بتنصب منه جيل بريك فبعطيك تحديث للشهادة. راح اشرح لكم كيف نعمل تحديث للشهادة. مثل ما احنا شايفين minus 7 days يعني منتهي الشهادة من 7 ايام. فطريقة عملها او طريقة تحديث الشهادة هي كالتالي: تتوجه لجهاز الماك الخاص بك، طبيعة لازم يكون الالت سيرفر نازل عندك على الماك وشغال عندك مثل ما احنا شايفين، وتشغل ايضا تطبيق الميل من الابليكيشن الخاصة بالماك. بعد ما تشغل هاي الامور ترجع على الالت سيرفر من الجوال، بتكون متأكد انك انت شابك على نفس شبكة الواي فاي انت والماك، لازم الاثنين يكونوا على شبكة على نفس شبكة الواي فاي. بعدها بتنقر على الفريش اول، مثل ما احنا شايفين كنا تقول نكت تو ميل بلاجن، يعني بما انه تطبيق ميل مش شغال لازم تطبيق ميل يكون شغال. مثل ما احنا شايفين شغال معنا تطبيق ميل. بعدها بترجع على الت ستور تعمل ريفريش. هيك بتتحدث معنا الشهادة لسبع أيام إضافية. ففي حال أنت عدت تشغيل الجوال تاعك راح يشتغل معك الجيل بريك، تطبيق الجيل بريك راح يشتغل معك اللي هو تطبيق أنكفر. هيك تحدثت معنا الشهادة. يعني لو أنا عملت ريستارت للآيفون، أنكفر تطبيق أنكفر راح يضل شغال معي لمدة 7 أيام جديدة. فهيك أنا بتريح من عناء تثبيت الجيل بريك من الكمبيوتر من أول الجديد. تابعوني لمزيد من الشروحات.